أقول ما أريد. ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس من وراء الحجاب؟ يهاج منظر كشي کو پیش کیا جا رہا ہے اس طریقے سے شہزادہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر جو آگ لگائی گئی اس طریقے سے دروازہ گرایا گیا اسی منظر کو یہاں ہے پیش کیا جا رہا ہے. وان ابي لم يخلف احدا الا ابا الحسن ولكن طغيانك يا شقي اخرجني والزمك الحجه وكل غالي فاطمه ان لم يخرج جئت بالحطب الجسد واضرمتها نارا على اهل هذا البيت وأحرقت من فيه أو يقاد علي إلى البيعة. افتح الباب يا فاطمة وقولي لعلي أن يخرج ويدخل فيما دخل فيه الناس وإلا أحرقنا عليكم الدار. يا بنت محمد قولي لعلي أن يخرج ولا يرمي نفسه في بحر السيوف والرماح بعدما تمت الحجة بمبايعة أبي بكر. يا فاطمة إن لم يخرج علي سنقيم عليه حدود الله بسيوفنا المسرعة ويرضى بما رضينا بمبايعتنا لخليفة. يا فاطمة بنت محمد أخرجي من اعتصم ببيتك ليبايع خليفة رسول الله أبا بكر وإلا أضرمنا عليك النار. بئس القول أنتم، تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم.